أقصد الآن دمارا وخرابا كبيرين خلفهما جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما عبر عن الجهات الرسمية الفلسطينية عندما قالت أن هناك أكثر من 70% من البنى التحتية في مدينة جنين ومخيمها قد دمرها جيش الاحتلال من خلال 10 أيام من الاقتحام المتواصل. سمة هذا الاقتحام أنه متواصل بشكل كبير لمدة زمنية طويلة، وهذا الأمر غير مسبوق منذ أكثر من 2 عقدين من الزمن، منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية عندما دمر جيش الاحتلال أجزاء واسعة من المخيم عام 2002. نتحدث عن هذا الاقتحام الجديد الذي خلف في جنين وحدها 21 شهيدا وفق إحصائية وزارة الصحة الفلسطينية، و39 شهيدا في الضفة الغربية إذا ما قمنا باحتساب عمليات الاقتحام التي بدأت قبل 10 أيام في محافظات الضفة الغربية المحتلة. نرصد أيضا عمليات تدمير لمنازل المواطنين الفلسطينيين، منها ما هو بشكل كامل ومنها ما هو بشكل جزئي. نتحدث عن ضرب للبنى التحتية، شبكة الكهرباء، الماء، مياه الصرف الصحي وشبكة الاتصالات، وهو بحاجة لإعادة إعمار، وصفته الجهات الرسمية والحكومة الفلسطينية يوم أمس عندما زار وفد من الوزراء مدينة جنين ومخيمها، واستطاعوا أن يدخلوا إلى بعض المناطق كون جيش الاحتلال لم ينسحب يوم أمس من هذه المناطق. وصفته بأن المجتمع الدولي يتحمل تبعات إعادة الإعمار مما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المدينة بضرب الاقتصاد وضرب البنى التحتية، وكذلك أيضا محاولة كذلك الاعتداء الكبير على المواطنين الفلسطينيين الآمنين في داخل منازلهم وأخذهم رهائن في سياق ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي. الناس يتحركون الآن ويبدو أن هناك حركة بحظر شديد، كذلك لا تكون الحركة طبيعية كون جيش الاحتلال يمكن أنه سحب آلياته من معظم المناطق، ولكن هناك شكوك فلسطينية من تمرس بعض جنود جيش الاحتلال أو القناصة في نقاط معينة، وهو ما يخشاها الفلسطينيون كون الأمر تكرر خلال الأيام الماضية وخاصة في منطقة طول كرم، وقد يتكرر الأمر هذا في محافظة جنين، وأن الفلسطينيين يعرفون أن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد. ذلك حظر شديد في حركة المواطنين الفلسطينيين، وخرابا ودمارا كبيرين سنرصده بعد قليل من داخل مخيم جنين ومن المناطق التي داهم جيش الاحتلال في هذا المخيم، إضافة أيضا إلى عمليات تفجير نفذها جيش الاحتلال في نقاط معينة وخاصة في حارة الدمج في أحد أحياء منطقة ومخيم جنين مع هذا الصباح. إذا انسحاب آليات جيش الاحتلال من جنين ومخيمها بشكل ظاهري، وأيضا هناك حالة حظر شديدة من قبل المواطنين الفلسطينيين الذين بدأوا منذ ساعات الصباح الباكر بالتنقل في ليطلعوا على ما خلفه جيش الاحتلال من عمليات دمار وتخريب.